اسم كارما شيخي كريم حكمه ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما أعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تسمية العنب كرما، قال إنما الكرم قلب قلب المؤمن. فعلى ضوء هذا يعني لا أجد مانعا من تسمية بكرمة لأنه قلب المؤمن. نعم، جزاك الله خير دكتور.